بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي في اول كارته من كارتات الديجيتال او الشغل الالكتروني. اول حاجه واكتر حاجه كانت منتشره في السوق كارته الكريازه. اول حاجه لازم تعرف انت هتتعامل مع الكارته ازاي. الكارته عامله عمليه رعب لفنيين كتير، رغم ان الموضوع لما هتاخده وهنشرح باذن الله اربع او خمس كارتات مختلفين لموديلات مختلفة بأنظمة مختلفة، هتلاقي ان الموضوع بسيط جدا. الكارتة اللي احنا اول كارتة هنتكلم عليها كارتة كريازي. الكارتة خدوا كده انتوا بصوا على الكارتات. هتلاقي الكارتة فيها اطراف كتيرة. الاطراف دي مكتوب عليها في موديلات كتيره، بيبقى مكتوب عليها. هنتعلم دلوقتي ازاي نقراها. اول حاجه في النظام الديجيتال، امين خليك معايا، في النظام الديجيتال مفيش ثرموستات، في حساس. كارتة الكريازي نازله بالشكل ده، بالكارته دي ونازله بالشكل ده، بيبقى فيه المفروض ان هو مكان الثرموستات بيبقى فيه حاجه اسمها سنسور، وفي حاجه اسمها ثرموستات متغير او مقاومه متغيره. دي كارته بتفرق، انت تظبط منها على 1 2 3 اللي هو الرجلاش. دي عباره عن مقاومه متغيره متوصله بالكارته بسوكت. دي طبعا اللي بيظبط الحساس، دي بالظبط اللي ايه يعني اللي انت بتظبط عليها انا عايز الثلاجه تشتغل درجه الحراره كام. اما بقى حته البلب اللي كان موجود في الثلاجه النفروست والباب الواحد والبابين بتاع الثرموستات مفيش. في حاجة اسمها سنسور. السنسور ده عبارة عن مقاومة متغيرة. كل ما يحس بالبرودة المقاومة بتاعته بتتغير. ماشي؟ في مشكلة؟ طيب. السنسور أو الحساس ده المفروض بيبقى في سكة سحب الهواء. او بلاش نقول سلسله سحب، هنقول ان في الكارتات ممكن يبقى فيه اكتر من سنسور، مش سنسور واحد. ما في كارت احنا هنشتغل عليها سبع سنسور، فبلاش حته سحب الهواء دي. ماشي، تعالى كده نشوف الرسم المبسط ده. والرسم المبسط ده للامانه العلميه هو المهندس جورج، يعني مش انا اللي رسمه عشان بس الحلول الفكريه. نعم، مكان الثرموستات يعني هو ده البديل بتاع الثرموستات. رفعنا كل ما رفعنا بديل الثرموستات اللي كان كتوصيل كبقره في الجزء ده، وده اللي بيحس المقاومه متغيره. البلب البديل بتاعه السنسور ده او الحساس ده اللي بيحس. ماشي، لو جيت بصيت لتوصيله الكارته هتلاقي ان الموضوع ابسط بكتير، ممكن يكون حتى من التوصيله النفروست اللي انت كنت عاملها. شوف التصوير كويس، الصوره واضحه. ماشي، تعال بص هنا. أول حاجة لازم تعرفها إنك تقرا الرموز اللي على الكارتة. هتلاقي على الكارتة ال لام كومبلا كومبريسور، اس ده يعني سويتش، ان ده طرف أرضي، سيرمو 2، فان لام سويتش فان 1، اتش يو اتش سي ده بتوع سخانات، اتش يو سيرمو 1. دي الرموز اللي هي هتلاقيها مكتوبة على الكارتة. تحت ولا من فوق؟ من فوق. خد كارتة اهي تانية. هتلاقي الرموز على الكارتة جنب كل ترميلة فيه. تمام. خليها معاك مش مشكلة، معايا انا هنا. تمام؟ التوصيلة في أي كارتة هتيجي تتعامل معاها بصفة عامة، كان تكييف، كان تبريد، كان غسالة، كان في أي حاجة، أول حاجة تعملها توصل مصدر ال 220 فولت. امين خليك معانا. ماشي؟ هنا ادي طرفين الفيشه. هنا بيقول لك ال وهنا ان. وتخلي بالك من الكباري الداخليه، يعني بص الكارته الكباري انت مش شايفها، لكن لو بصيت على الكارته من تحت هتلاقي ان الاربع سلكات دول عاملين كوبري. ان السلكتين دول كوبري. ان السلكتين دول كوبري. ان السلكتين دول كوبري، السلكتين دول كوبري. تبص على الكارتات، على الكارته وتبص على التا...
الترامل والمشتركات اللي فيها. تمام؟ تعالى كده نشوف ال 220، ال 220 هنا راحوا فين؟ بص ادي طرف طلع على مين؟ على ال. على ال. طرف الكهرباء الثاني على ال. يبقى انا كده غذيت الكارته من 220. تمام؟ الكارته مع الاجزاء اعتبرها توصيله لمبه ومفتاح. مش انت لما كنت بتشتغل في اي في اي توصيله، لو توصيله لمبه ومفتاح طرف كهرباء على اللمبه ومن اللمبه على المفتاح ومساحه طرف الكهرباء الثاني، فيها مشكله دي؟ اعتبر توصيلات الكارتات كلها بالطريقه دي. تعال كده نشوف توصيله الكباس. ادي طرف الكهرباء، طرف الكهرباء ده شايف الاجزاء الصغيره دي؟ دي ريليهات، ريليهات الكترونيه مش بتاعتنا دلوقتي. ده التوصيل، طرف الكهرباء لما الكارته تحب انها تشتغل ونقول ايه؟ انها عايزه تشغل الكباس عن طريق الالكترونات والريليه والكلام ده، هيبتدي يخرج طرف الكهرباء اللي خرجه ده من طرف مين؟ الكومب اللي هو الكمبريسور. فبقى هنا فبقى الطرف ده هو رايح لمين؟ للموتور. للموتور. الطرف الثاني الموتور واخد ارض. تمام؟ معانا مفهوم؟ يبقى هنا اهو عايز اشغل، اول حاجه بعملها بدي الطرفين بتوع تغذيه الكارت. ادي ال ال وال ال. همشي دايره دايره زي ما كنا بنعمل. اي دايره هنشتغل معاها توصيله لمبه ومفتاح. طرف الكهرباء اللي دخل ده غزالي كل الكارت. هاخد من الخارج بتاعهم. ممكن يختلف في حاجه لو قلبت؟ لا احنا قلنا 220 مش من 220 لورا مش فارق. حتى في التكييف؟ احنا بس في الثلاجه ما تكلمش. عشان خلينا لا ما خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه. عشان التكييف في حالات ثانيه هنتكلم فيه. ماشي؟ فطرف ال ال اهو عن طريق الكارته، لما الكارته تحب انها تشغل الكباس هتخرج من الكومب كومبريسور. يبقى الطرف ده راح على مين؟ على الكمبريسور. على الكمبريسور. ماشي؟ والطرف الثاني على الارض. كده دايره الكباس خلصت. نشوف دايره اللمبه والمفتاح. الطرف ده ال ال ده واخد كوبري على مين؟ على اللمبه. فادي طرف الكهرباء راح على اللمبه. من اللمبه هتلاقي في طرف ثاني مكتوب على لمب، واللمب ده في طرف اهو على بتاع سويتش، يعني متوصل مع بعض. خرج منه على المفتاح، من المفتاح على الارض. وصلت؟ هو الاس ده. هو الاس ده اللي هو سويتش، يعني مفتاح. يبقى طرف كهرباء خرج من طرف كهرباء خرج من الكارته على اللمبه. ومن اللمبه على السويتش، من السويتش على الكارته. مش هما دول 220؟ تمام؟ طيب تعالى نشوف المروحه. الفان طرف كهرباء، ادي الفان اهو. طرف كهرباء من الكارت خرج على مين؟ على الفان. المروحه دلوقتي اهو. ماشي؟ والطرف المروحه الثاني على الارض. يعني من الاخر الخلاصه في التوصيله ان كل جزء بياخد طرف من الكارت، الكارت اتغذت بطرف كهرباء. انت بتدي الكارت طرف واحد. الكارت لازم تتغذى ب 220. بس في طرف واحد هو اللي بيخش تحكم. دي من الكارت. ويخرج لي يخرج لي يخرج على الكباس. يبقى الطرف الثاني من الكباس على الارض. خرج على اللمبه. من اللمبه على المفتاح، من المفتاح يرجع على الارض. خرج على على الفان، على المروحه. ها؟ من المروحه على الارض. تعال نشوف السخان. السخان فين؟ هو ادي السخان اهو. هنا في سخان كويل وسخان حوض. ماشي؟ ادي طرف كهرباء دخل على مين؟ على السخان. من السخان على السرمودسك ال 40، من السرمودسك ال 40 الارض. ادي طرف سخان الحوض واخد ارضي وكهرباء من الكارت. هنصور بعدين. ماشي؟ فيها مشكلة؟ تمام. التوصيلة بتاعة الكارتة بقت أسهل من التوصيلة اللي كنتوا بتشتغلوا فيها. تعال نشوف بقى الرسمة اللي أنا عاملها زي ما قلنا دي. نشكر فيها مهندس جورج، هو اللي عاملها.
نيجي بقى للتوصيله اللي انا عاملها اللي هو التوصيله الفعليه. طرفين الكهرباء اتغذوا على مين؟ على ال والN. طرف الكم راح على مين؟ على الكباس. الطرف الثاني على الارض المروحه. طرف من الكارته راح على المروحه. من المروحه على الارض. اللمبه والمفتاح طرف كهرباء راح على اللمبه. من اللمبه على المفتاح. من المفتاح على الارض. السخان طرف كهرباء راح على السخان. ادي اهو راح على السخان. من السخان على السيرموديسك ال 40. من السيرموديسك 40 على الارض. سخان الحوض دي طرفين. دي ما فيهاش 15 ولا 40 بس؟ نعم. لو بيبقى فيها اثنين سيرموديسك برضه ولا؟ مش شرط، هنا سيرموديسك واحد. ما هو انا بعتمد على الحساس. ممكن حساس واحد على حسب الدرجة اللي هيحسها، سواء كان تبريد أو سواء كان سخونة أو أي حاجة. بيدي الكارت، احنا قلنا في كارتات فيها يعني في كارت هنشتغل فيها فيه 3 حساس، في كارت هنشتغل فيها 7 حساس. فكل كارتة دي توصيلة التلاجة الكريازي أو الكارتة الكريازي. للأمانة إن أغلب الفنيين لما بيتقابلهم تمن الكارتة غالي، فاغلب الفنيين بيبتدوا يحاولوا ان هم يقلبوها لتايمر. طب لو انا فاهم ومعايا الدايره، حتى الدايره دي، وانا عايز اقلبها تايمر، في مشكله بالنسبه لكم؟ ماشي. الموضوع بسيط. انا دلوقتي هنخليها في النظام الامريكي اللي هو بيقولوا عليه اللي هو زمن محدد، اللي هو معروف في السوق بالنظام الامريكي. هدي طرف كهرباء، مش كان طرف الكهرباء بيخش على السيرموستات؟ طبعا هنا مفيش سيرموستات، فانا هنا هحط انا سيرموستات من عندي. مكان السيرموستات ده كتبييت كتثبيت هشيل واركب سيرموستات عالي. ماشي؟ وادي طرف كهرباء من العمومي يخش على السيرموستات. واخد من طرف السيرموستات كان بيخش مين؟ يخش يغذي على التايمر. على رقم 3 في الطيب اللي هو طرف المشترك، صح؟ ده كده في مشكله. طب انا عايز احدد اطرافي، فين طرف الكباس هنا اللي هو الكومب ده؟ اللي هو الكومب. هاخد السلكه بتاع الكومب دي واحطها في التايمر على 4، في رقم 4، والارض كده كده مغذي الموتور. يبقى كده الموتور اشتغل. اجي لتوصيل للمروحه. المروحة على طرفين المروحة دول، مش دول سكتين المروحة اهو، هشيلهم وهوصلهم مع أطراف الكباس. طرف على الكم وطرف على الأرض. لو عايز أعمل مفتاح لمبة، لو التلاجة فيها مفتاح لمبة، أدخل مفتاح اللمبة توالي. في مشكلة؟ اللمبة والمفتاح. مش أنا عندي كان طرف اللي هو بتاع اللمب ده، وطرف كان داخل على اللمبه، ومن اللمبه على المفتاح، من المفتاح على طرف الارض ده، هاخد الطرفين دول السلكتين اللي هم كان اللي هو سويتش واحد وطرف اللمب، هاخد الطرفين دول اهم واديهم 220 طرف ان وطرف ان. يبقى انا كده وصلت توصيله اللمبه بتاعتي داخلي. ناقص لي ايه؟ السخان. فين اطراف السخان عندي هنا؟ الطرف ده اللي هو كان الاتش سي والاتش يو، اخد الطرف دوت احطه على مين؟ لازم هنا اقول انا هشتغل دايره اللي قلنا عليه الامريكاني اللي هو زمن محدد، بحط على 2. يبقى اخد الطرف ده واروح مديه لاثنين، وانا عندي هنا وصلت التوصيل على طول. الطرف ده ما ادوش على الارض بقى، اللي هو ايه بقى؟ الطرف الثاني. مش انا كان عندي هنا طرف السخان، كان داخل على السخان من السخان على السيرموديسك ال 40، من السيرموديسك ال 40 على طرف ال ان، على طرف ال ان. هنا قبل ده ما اديه ال ان احط سيرموديسك 15. وانا عندي هنا في التعديل الثلاجه ما فيهاش سيرموديسك 15 اللي كان فيها سنسور، صح؟ انا لقيت السنسور ولقيت الكارت. يبقى انا طرف ال ان هنا بتاع السخان قبل ما اوصله، بال ان احط توالي معاه السيرموديسك مين؟ ال 15 واديه على ال ان. اتعدلت الثلاجه بالظبط، ما تاخدش 10 دقايق منك. ده امتى؟ لما تبقى انت فاهم التوصيله بتاعت الكارت وقال المظهر.
يبقى الكارتة زي ما هي متوصلة اهي، انت بتاخد طرفين الكباس من على الكارتة وتوصله. واحد باربعة واحد بالارضي. وصلت؟ في مشكلة فيها؟ هتسهل اكتر. شكل اهو، شكل الكارتة اهو اسلكت، تحس انها معقدة. ماشي؟ بس زي ما قلنا كل كارتة فيها ايه؟ ما هي الرموز اهي. يبقى انا هنا دلوقتي بالرموز دي هشوف، مش عندي هنا كان في طرفين ال ال والال، هشيلهم احطهم في مثلا هاخد طرف ال ال اللي كان داخل على هنا اللي كان داخل ده، واروح واخد من طرف السيرموستات ادخله على السيرموستات، واخد من خارج السيرموستات كده اقسم، اروح مدخله على التايمر، هشيل الكارته دي واحط التايمر هنا. يعني الاسلاك مش هتجيب اسلاك من بره. ما هو اللي انا عايز افهمه هو الاسلاك دي انا عارف انا اوصلها فين. اه انا عايز اعرف الاسلاك اللي طالعه لي دي اخدها من تحت بالالوان. لا مش محتاج، مش انا عندي الكارته دي اهو، انا عندي الالوان اهي، مش الكارته دي مكتوب عليها طرف كم. ايوه طرف الكم ده وطرف النيوترال، طرف الكم وطرف النيوترال هم دول طرفين الكباس. هدي واحد في النيوترال زي ما هو والتاني ادخله على التايمر على اربعه. تمام. من اطراف الكباس دي ما هي طالعه لي مخفيه. ما هي طلعت مخفيه، انت خدت قصدك تقول لو حد لعب في التوصيل. ايوه انا عارف ده بتاع ايه وده بتاع ايه. لو انت بتتكلم لو حد اصلا طلعت على حد شال الاطراف دي. ولو انا نفسي شلتها. ولو انت شلتها بسيط. طرفين الكباس على ريموت اوفرلوكت بالاف زي ما عملنا في التلاجه الباب الواحد. هثبت طرف على السلكه بتاعت الاوفرلود وانا وصلت كل الاطراف. الطرف فوق. واشوفه فوق. يا زمر همشي معاه باللون. مفيش باللون، همشي معاه بالاف. بس فيها مشكله التعديل ده؟ وقف ونشرح تاني بعد الاداء. اعمل ايقاف خالص.